الكتاب المقدس أنشأ داعش. لا يا أخوي، ما كانش يستشهدوا لا برسالة بطرس ولا رسالة يعقوب ولا بإنجيل يوحنا، كان يستشهدوا بآيات القرآن. إذا قلت أن محمد لم يقتل في حياته أي شخص، قلها أمام الناس. هل قتل يسوع بيده أي شخص؟ هل قتل يسوع؟ يسوع قال، أنت بتتكلم عن العهد القديم، أنا متأكد لم تقرأ تفاسير المسيحية. أنا عندي إجازة في مقارنة الأديان، قرأت قرآن، قرأت مسيحية، قرأت تفاسير دي ودي، واخترت المسيحية عن اقتناع، لأن عارف لو بقيت في الإسلام كنت داعشي مثلهم. المغرب في 2500 مغربي مع داعش، في السعودية 3000 تقريبا سعودي مع داعش، في تونس 3000 تونسي مع داعش، من مصر عندكم، دول ما أنتجهمش، لم يروحوا لكنائس. عمرك سمعت مسيحي واحد فجر نفسه؟ أو قتل حد؟ أعطني مسيحي واحد في 20 مليون في مصر بس عندكم، ليه ما فجروش نفسهم؟ لأنه كل يوم بيسمعوا في الكنيسة أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. ما سمعوش اقتلوا اقتلوا. قلت أن القرآن بيقول ما تقتلوش، كانوا على الأقل عملوا معهم. يا أخي حرام عليك، وكأننا لا نعرف القرآن. سورة الأنفال بيقول لك ما كان للنبي أن يكون له أسرى. النبي مش لازم يكون عنده أسرى. ليه؟ حتى يدخن في الأرض، لازم يشبع الأرض دم حتى يكتر الدم. الإدخان هو كثرة القتل، لازم يكتر محمد من القتل، بعد ذلك يكون عنده أسرى. فهم عملوا اللي قالوا محمد. بص الصورة دي، هناك صفين من الناس، صف الإسلام ماسك سكاكين، صف المسيحية قاعد حيموت من أجل إيمانه، بيصرخ وبيقول يا رب يسوع. ده هو حقيقة الكتاب المقدس والقرآن. في صفين، وأمام المشاهدين الخيار دلوقتي، اختاروا صف الشهداء السلميين أو اختاروا صف الأسود الذي يعبر عن سواد القرآن وعن آياته وعن القتل الموجود فيه. أنت تريد أن تعطينا الإسلام كيوت، الإسلام لايت، الإسلام اللي ما فيش قتل، جود لك، حظ سعيد. في 99.99% من تاريخ الإسلام كان كله قتل. يعني يجي الشيخ طارق دلوقتي عايز يقول لنا لا 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 لا، كل تاريخ الإسلام غلط، واللي عملوا الصحابة غلط. أنا جايب لكم دلوقتي الإسلام الكيوت، الإسلام الجديد، الفيرجن بتاع القرن 21. مش هيمشي، لأن تاريخكم مليء بهذا الأمر، مش هيمشي.